السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. طبعا المرة هاي راح فقط يعني أحكي لكم عن آخر شغلة أنا نسيت أتكلم عنها، خاصة بالSpanning Tree اللي هي بتتعلق بالبورت كوست. إحنا شايفين إن هون في عنا كوست، يعني كوست 19 كذا، فهاي بتتحكم بالSpanning Tree من ناحية إنه تحدث الخوارزمية، فبتحدد الخوارزمية عن طريقها أفضل طريق للروت. فمثلا أنا إذا بدي يعني أخفف ضغط على شيء معين بنتقل Global Configuration Mode وبنتقل للإنترفيس. مثلا لو بدي إنترفيس Port Channel 3، بقدر هنا طبعا أحكي له Spanning 3 كوست واحط الرقم اللي بدي اياه. طبعا احنا بنعرف انه 10 جيجا 2 والواحد جيجا 4 والمئة ميجا المئة ميجا اتوقع 10 والعشرة ميجا بت بير سكند 100. فالكوست بتقدر تحطها مثلا خلينا نقول 15. وبتقدر اذا بدك كمان تحط كوست، يعني تحكي له فيلان كوست فيلان. اول شيء بدك تحدد الفيلان مثلا 3، الكوست تبعها بتحدده مثلا 10 مثلا، او بتحكي له سبانينج تري كوست 15 او 16. حاليا لو يعني رجعت لهون وحكيت له شو سبانينج تري، الان تغيرت صار عندك 16. طبعا احنا غيرنا لثلاثة، فلو اجينا على 3 وشفنا هاي 10 هون، بينما هون 16 وهون 16. ليش؟ لان حددناها بالذات ب10. لو دخلنا Global Configuration Mode نقدر كمان سبانينج تري مود، تغير المود اللي بتعمل فيه سبانينج تري. فممكن تحكي له رابط بي في اس تي انتر، بتيجي هون مثلا على السويتش الاخر عشان تحصل على افضل كفاءة واسرع شيء. فانت بتيجي مثلا بتحكي له، اول شيء بتخرج من هون بتحكي له سبانينج تري مود رابط بي في اس تي، طبعا كلهم لازم يعملوا في نفس المود. فهنا كمان بدك تدخل على Global Configuration Mode وتحكي له Spanning Tree Mode PVST او رابط PVST رابط بير VLAN Spanning Tree. الان طبعا التحكم بالشبكة وتحديث البيانات على الشبكة على Switching LAN راح تصير عنا افضل. فبندخل Configure Terminal Spanning Tree Mode PVST أو رابط PVST، لأنه هي أصلا PVST. طبعا هون أنا مشغل على Distribution Switch 2، مشغل عليه Debugging، فمنشوف اللي بصير. يعني بحكي عن كيف أنه صار في عنا رابط Spanning Tree Expired، Spanning Tree Generating TC مثلا على كل انترفيس موجود. يعني بتعيد عملية حساب التكلفة وحساب الروت بريدج وإلى آخره من هاي المواضيع. نرجع مثلا على الروت سويتش ونشوف مثلا نعمل end، شوف ال show spanning tree. هنا طبعا تغير لنا الأمر، طبعا هذا الروت بريدج، وهنا من المرة الماضية غيرنا فصار عندك الروت اي دي للفيلان 2 من الفيديو السابق، لكن بقي الكوست تبع الانترفيس كما هو. يعني هاي فقط لتغيير الانترفيسز. هاي الفيديو التالي ان شاء الله متكلم على المالتيبل سبانينج تري. شكرا للاستماع.